بارك الله فيكم. انتقل إلى سائل آخر، أبو فيصل من الرياض، يقول: إذا عملت العمل فأحببت أن يمدحني الناس، هل هذا من الرياء؟ جزاكم الله خير الجزاء. هذا هو الرياء، لا تعمل العمل طلبا لمدح الناس، وإنما تعمله لله عز وجل، أن تكره أن يمدحك الناس. أما إذا مدحوك بدون أن تتطلع لهذا فهذا من عاجل بشرى المؤمن كما في الحديث. نعم.